عجبتني جملة النقلة النسوان انه بنتعلم وبنوصل على مراكز وبمحلات وصلنا على نياب وعلى رؤساء جمهورية وبعدكم النسوان نقل خلص طلعوا منا بقى انتوا طلعوا من النقل طلعوا من النقل لك انتوا اللي طلعوا من النقل من الله ما بيطيقكم الله ما بيطيق 24 انتوا نحن نحن عم نفتر عليكم ملوك النق انتوا ولك الله ما بيشبعكم انا بعطيك مليون دولار بدل بدك شيء بعطيك اللي بدك اياه بدل بدك شيء بدل اللي بدك شيء على الاقل وان كنت على الاقل وان كنت على الاقل للشربان انا ذكرت الرجال انا ذكرتها بهلا بحلقه ما بينق الرجال ولك رجال ما انت سميتي رجال لا ما بنا ما بنا قديماً 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 كانوا أمهاتكم قديماً كانوا أمهاتكم يفل بيك من البيت تقول له الله يكون معك ويرجعك على البيت بالسلامة بس كان يرجع ما خلصت بس يرجع بس يرجع تقول الحمد لله على السلامة رجعت بالسلامة كان هما رجالة يلي هو عمود البيت كله والعتبة الأساسية هو هلا اني بتستعملوا رجال خل يعني ماشي لانه بطل قبل من زمان من زمان كانت المرأة فقط تعتني بأجلها الغيرة بدك تخليني احكي او لا ليك القمع شفت القمع انتوا قتلكم الغيرة ما عم تخليني احكي والغيرة هم ما تخليش فوت على بيتكم هلا احكي هلا احكي تفضل يلا كان قبل الرجل والمرأة كانت المرأة بتعتني برجلها وبعائلتها فعشان هيك كنت بنجلكم ونرفعكم واجرين ونغسل ومدري شو هو الحديث لا تزيدي انا لا تغسل ولا اجرين ولا بطيخ يعني ما قلتش هيك هلا صارت المراه عندها وظيفتها وعندها شغله عم بتنسق لوين رايح؟ لعندك شو جاي تعمل؟ جاي تخبرك خبري طيب تقول لك شغله تقول لك شيء جد تقول لك شيء اجمل شغله بالمراه انها تعمل ام اذا الله بده يعطيها اكيد اكثر اختصاص اكيد وقت اللي بدها تعمل غير اختصاص وتصير تبعد عن ال... عن انها تكون ام فيها ترك فيها ترك فيها ترك اذا زوجها بيساعدها I'm sorry. فيها اوكي انا حختمها فيها ترك اذا زوجها بيساعدها شو مطلوب الزلمه بيروح بيشتغل من على بكره العشيه ما هي عم تشتغل من الصبح لعشية معلش كمان معلش 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 حقوقها كثير مهمة المرة أنا مع حقوقها للمرة بس ما تركبش على دار جازة بالعكس نقوا 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 سوري يعني اعذريني بس هاي الحقيقة أنا بشوفها هيك ما تركب على دار جازة واللي بدها تغير جازة وتضلي مكتفته وجاي ليش قلت هيك ليش عملت هيك ولك شو منه ما هي ولك ما فيش زلمي بلا مرة بس شرط مرة ما فيش زلمي بيوصل بلا مرة أكيد وشرط رجال كمان ولك ما فيش زلمي عنالك بلا مرة إلا شغلي أبدا ما فيش زلمي بلا مرة وما فيش مرة بلا زلمي كمان وراء امرأة يعني انه بديش اقول لك هاللي بيقولون كل بس لا. بس بس لو ما جمالك ولو ما فهمك ولو ما اللي بحاجة ليكي حياتي في قول بس جملة المرأة المرأة نصف المجتمع وخلفت النص الثاني كمان ما فهمتوها؟ المرأة نصف المجتمع والنص الثاني هي خلفته بالحقيقة يعني احنا الكل بالكل بالحقيقة مزبوط أهم شغلة فيها أنها خلفت هي أهم هي اللي أنا كنت عم بقول لك إياها بالأول أوكي